السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما اسمك؟ عبد الرحمن. عمر. حسن. يوسف. في أي عام دراسين أنتم؟ يمكن أن تقرب؟ في أي عام دراسين أنتم؟ احنا في أولى كلية تربية قسم بيولوجي. أولى كلية برضه. بيولوجي؟ بيولوجي. بيولوجي برضه. نفس ال... حسن، منذ متى أنتم تدرسون اللغة الإنجليزية؟ منذ متى؟ أكيد من أولى ابتدائي. لا، أولى حضانة. كلكم من أولى حضانة. لدينا سؤال واحد. ماشي. السؤال يقول، يعني هكذا من فضلك. نعم. السؤال يقول: absence makes the heart grow fonder. انجليزي ده يا مولتي. absence makes the heart grow fonder. ده ترجم يعني؟ نعم. makes the heart grow fonder. absence يعني. مش عارف ترجم. طب ترجم اتفضل. absence makes the heart grow fonder. Yes, but sometimes, you know. Sometimes. Yes, yes. Sometimes, no. Try to do your best. No. بكلمة. No, no. No, أنت فرنسا ومالكش دعوة بالإنجليزي. أنت تدرس اللغة الفرنسية. هذه أحسن وي دمياطي. طلب وي. لا يعني دعنا في اللغة الإنجليزية. سلفو بلاي. هتعمل إيه؟ حسن يعني نحن نريد إجابة هذا السؤال باللغة. ابن معناه بالفرنسا. أنا يعني لا أتذكر اللغة الفرنسية حقا. لكن أنا أظن بير والد مير أم تقريبا. بير يعني وابن. أنا لا أتذكر ابن. فيس. يعني إذا أنت قلت فيس لغة فرنسية يعني هو سوف يتلوها اللغة الفرنسية. أنا لا أظن أن يوجد فيس لهذه اللغة. هي فيس. يعني أنا أعرف اللغة الإنجليزية جيدا. يعني يمكنك أن تختبرني في اللغة الإنجليزية أو أشرح لك أي شيء في اللغة الإنجليزية. لذلك سؤالنا عن اللغة الإنجليزية. absence make the heart grow fonder. يعني اب 6 اللي انت قلت اب 6 ايه دونت ساي 6 شوف انا في داهيه اذا كنت هذا يعني absence makes the heart grow fonder. ما حاسس تحس كده اني فاكر مجموعه من الشتايم. لا انا لا يمكن ان اسبك يعني. لا يمكن. ايه ثاني؟ absence makes the heart grow fonder. نعم انا قلتها تقريبا 10 مرات. لكن هو مثل ما نقول هو يتلكك. ليس لديه إجابة. يريد أن يهبد ولكن لا يجد مدخل. يعني نعم. كرمها كده 28 ساعتين. نعم على 11 مرة. خلنا بس بقى. عشان نركز. Absence. بس إحنا عايزين بريطانيا. بس بريطانيا بلاش أمريكا. Absence makes the heart. بريطانيا. لا أنا عايز بريطانيا. يعني هل تعرف الفرق بين البريطاني والأمريكي؟ Yes. ما الفرق؟ الأمريكي مايع. نعم. إنما ناشف راجع. كيف هذا؟ أعطيني مثالاً. أعطيك مثال. لما لا مثلاً أعطيك كلمة مثلاً water. Water. يوم يعني ملي. يعني كرا اللي أنت قلته أمريكا. يعني أمريكا. هذه دمياطي. لا أمريكا. يعني لا يقول water. يعني أنا لما أرى water. لا شوية water. يعني مثلاً هذه الكلمة كيف أقولها بريتش وكيف أقولها أمريكان؟ أمريكا تقول water كده يعني بمياع كده ومياسة. بال دمياطي. يعني كلها كيف أمريكان؟ كيف تقولها بالامريكان؟ لا ما كيف تقولها بالبريتش؟ بالبريتش ووتر. ووتر كده امريكا. ووتر امريكا. اند بريتش هاو كان اي سي ووتر. 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 ووتر بريتش اند امريكان ووتر. يعني ووتر امريكان ووتر بريتش. هذا هو الفرق. يعني لابد ان اكون هكذا ووتر. لا يعني مش تبقى هكذا هنخليك كده. يعني انا اعرف ان هذه باللغه الانجليزيه وار وباللغه البريتش ووتر. Water, water. There is no. يعني ما فيش لا يوجد شيء يسمى مايع وماء مثل ما تقول. يعني أنت تهبط. يعني أنا أظنك تهبط. قول لهم كده تاني. بأي لغة؟ ولا بالبريتش والأمريكا. بالأمريكان water. It's water. طب شفت water. شفت. وبالبريتش water. شوف water. حلو. اللي بالبريتش خارج حلو. إنما الأمريكا خارج مايع. ما قلته أنا ليس له علاقة بما قلته أنت. ولماذا؟ يعني بأنك تهبد. ما اسمك؟ حسن. أنت تهبد يا حسن. لا هبد. نعم. This is لغة. وأظنك تعرف أنك تهبد. لا أظن سهلا. أظن متأكد. يعني هو متأكد أنه يعني هل يعرف أحدكم هذه الإجابة؟ اللي هي يعني absence makes the heart grow fonder. هي معناها نعم. أنت عارف بس لو تقول لنا absence ده معناها حسنا يعني absence means الغياب.
ابسنت ايه؟ الغياب. الغياب؟ غياب النهارده يعني؟ نعم في ثالثة أول. في امتحان؟ نعم في ثالثة أول. أخذت غياب النهارده في أم أحمد دخلت أخذت الغياب؟ نعم. لا 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 ما عندناش ندم مسميه. ما احنا اتكلمنا في تخصصنا. تخصصنا احنا بيولوجي. يعني أظن البيولوجي قائم على اللغة الإنجليزية يا رجل. لا لا ملوش علاقة خالص. علوم ان عربيك ما شاء الله. يعني what else do you study؟ ماذا تقول؟ يعني انت يستدي ان عربيك. انا اي وونت نو وات ايلز يو ستدي. نو عربيك يو ستدي اونلي ان انجلش. نو يعني وات دي ستدي؟ بيولوجي. بيولوجي وات دي ستدي؟ ان بيولوجي. يعني وات دي ستدي يسترداي مثلا؟ ان بيولوجي مان شستر ده خالص. امال ايه يوم الحادثه امبارح؟ الحادثه امبارح. وات هابند ان يوم الحادثه؟ يوم الحادثه اكسيدنت. وات هابند ان ذيس اكسيدنت؟ العربيتين دخلوا في بعض. يعني هذا ليس لغه انجليزيه يا رجل. نعم نحن نهجس. اذا انت تهجس. اذا انا قلت من الاول انك تهبد وقد هبد. وهذه حقيقه. وهذه حقيقه. اذا لا يوجد معلومه. نعم يعني احنا لن نخرج منكم بمعلومه. نعم يعني انتم اربع شباب مثل الورد. ثواني طب ثواني ينفع تقولها ثاني بس كلمه ابسنس؟ ميكس ميكس تجعل. يس نعم. لو علينا بدري ميكس ذا هارت ذهبت جرو قلبك. قلبك يا حول الله هذا لطف. جرو فاندر. ما انا اشرح لك صراحه حلوه كده. ما قربتش برضه استو ذهب. Absence makes the heart grow fonder. هي اللي عملت النهارده تقول ايه؟ يعني انا اقول لكم المعنى باللغه العربيه الفصحى وانتم تحاولون ان تاتوا بالمعنى باللغه العاميه. القلب البعد يزيد القلب ولوعا. القلب ولع الحب ولع في الدره. ليس الدره ليس الدره ليس الدره. اظن انكم ليس لديكم اجابه. قول كده. يعني دلوقتي لو سالناك سؤال ما عرفتش تجاوبه هنقول لك ليس لديك اجابه وكده؟ طبعا والله. نعم في 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 مجالي. اذا سالتني سؤال ولم اجبه يمكنك ان تقول هذا. هو انا اذا لا اعرف اقول لا اعرف. في مجالك؟ نعم في اللغه الانجليزيه. الانجليزيه يعني ايه العولمه؟ globalization. لا صح لا صح صح لا. لا يعني لكن هل انت تعرف ما العولمه باللغه العربيه؟ نعم ما العولمه؟ يعني ده احنا اخدين بقى كامل بقى في العولمه. لا ده احنا دارسين العولمه بقى. لا 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 حاسب من مستر بويه. معلش يعني ما العولمه باللغه العربيه؟ هل يمكن ان تشرح العولمه باللغه العربيه الفصحى لمده دقيقه واحده؟ بس استنى العولمه مش عوالم. بالثقافه الشبه. نعم انا قلت العولمه. نعم لا بس العولمه انك تتكلم بدري. العالم كن واحد انت. لا العالم مش كن. العالم اصبح كقرية صغيرة. يعني هذه الجملة اسمعها منذ ان كنت وكذا. ما علاقة القرية بالعولمة؟ يعني هذا طريقة لشرح الكلمة ولكن هذه ليست الشرح. هقول لك كل حاجة. كل حاجة بقت سهلة يعني. حتى العيال الصغيرة بقى بيعرف يجيب المعلومة. يعني المعلومة يعني دلوقتي التواصل مني بقى سهل جدا انك تعرف يعني المعلومة بطريقة سهلة. انت تذكرني الان بماذا؟ هو انت تشرح هكذا بالليمبي حينما اقول في السكينة في الحلاوة يعني. نعم يعني انا لا انا بستخدم ده. هل هو هكذا؟ ايوه ايوه ايوه. لا اسلوب الشرح لكن هو مرح يعني بحقيقة. هو رجل مرح. نعم هو مرح. احنا جامدين هو. نعم نعم. لكن انت ليس لديك اجابة. يعني انا قلتها بشكل بطيء. قلتها باللغة العربية الفصحى وترجمتها لكم ولا تستطيعون ان تأتوا بالمعنى بالعامية اللي هو ايه ده؟ يعني انا قلت يعني الترجمة قلتها الغياب يصنع او يجعل القلب يزداد ولوعا. يعني الواحد لما بيغيب يعني انت تعشانه وكلام من يعني هذا له مثال في اللغه العاميه. هل تذكروا؟ نعم مثال. نعم في اللغه العاميه له مثال. اللي هو اللي هقول لك اهو. يعني مش ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. احيانا تاكله يا عمي. نعم. ربما اكلته من قبل. انا احب الزبيب. نعم انت تحب الزبيب. في ذكر بط محشي من جميل. من اعطاك زبيب؟ السعيد البهلول. حسنا يعني نحن سعدنا بلقائكم حقا ونتمنى ان تكونوا قد سعدتم بلقائنا. شكرا لكم. قول لنا المثل ده. ابعد حبه تزيد محبه. ابن الحبه. ابعد حبه تزيد محبه. اذا خفت امسح النوم كده يعني. يعني هو قريب من هذا.